بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنشوف مع بعض ايش صار على اللعبة. صار لي 3 أيام أظن ما دخلت اللعبة، يعني يومين و 14 ساعة. اليوم الأربعاء الساعة 5 العصر، يوم الأربعاء 28 رمضان 5:30، باقي 40 دقيقة على المغرب. لعبة تعبانة والله، أحط سهم مو راضي الله ياخذ أمط. أذن لحد يشرب. على أساس كل الناس قاعدين نفس المدينة اللي أنت فيها. يلا طيب. والله يضحك صراحة على ون بيس عبد الله. مونيس أحمد يعني. طيب في سوالف صارت بهذه اليومين، كنت أتوقع أنه بصير ألقى كل المحادثات الموجودة كانت مثلا خلال العشر ساعات الأخيرة، لكن لا، موجود محادثات من يوم ونص. فهذا يعني انه ما في حوارات كثير. يوم التدريب جاني صياد سمك، يعني ليس سيء. عندي كل البطايق الظاهر، عشان كذا قاعدين يودوني على المبادرة. ف 777,220 رقي شيء. والله العربة مو بشينة الصراحة، لا الطائرة مو بشينة والعربة مو بشينة. إذا بديت بالذات إذا بديت تعلق هذه اللعبة، سبحان الله جيلك كحة وجيلك حساسية بالصدر والحلق، سبحان الله كله من هذا مظهر الكريسماس ذا. كل خصومي نفس اللون، وهذا الشيء الغريب والشيء اللي يقهر. والله يعني والله أكبر، والله كنت حاس أنه بنكب. الله يلعنهم، شوفوا كيف الكلاب. والله كنت حاس الكلاب ما في ما. الله يلعنهم، بس ما في أسهم. شوف وين حاطين الأسهم عيال الكلب. الله ياخذهم بس عيال الكلب. أقسم بالله لعبة مريضة. وأنا الظاهر برجع أعتزل يعني كم يوم، لأنه واضح انه اللعبة السيئة يعني من جد. يعني شوف كيف فالكري بعد يعني يزيد التخريب اسوأ واسوأ. الله ياخذهم، الله يلعنهم. بس ما ادري يعني اذا لعبت السياف وش بيجي، بيجيني صاروخ او كرة نار، الله اعلم. شوف 3 سبلات كذا جنب بعض، والأسهم كانت أصلا بعيدة، كانت آخر شيء. الله يعين، الله يلعنهم، الله يلعنهم. والله كنت حاس، والله العظيم تقريبا يعني كنت حاس. الله يلعنهم، الله ياخذهم، الله ياخذهم. بس الله يلعنهم لعبة، الله يلعنها لعبة. لا ما ينفع،
ما ينفع البداية السيئة واستمر. لا 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 الله يلعنكم يا شيخ، الله يلعنكم، الله يلعنكم لعبة من جد. يعني تجميع الأشياء المضادة كذا كلها والقرف. أنا من ما شفت، أول ما شفت المظهر حق الكريسماس ورسلت يدي والله، وكيف غيلان وكوخ غيلان وخفافيش والأسهم آخر شيء الله يأخذهم. لعيني اللعبة، لعينة لعبة، لعينة صراحة لعبة مرة لعينة. أقسم بالله يعني ما أدري كيف، ما أدري كيف نوصفهم. شوف كيف غريب غريب كلهم كذا مظهر الكريسماس. متأكد يعني بيشوف منطاد هيكل هذا الخصم، أنا متأكد الله أعلم يعني. الله يلعنهم بس من البداية نقول الله يلعنكم، الله يلعنكم، الله يلعنكم. شوف كيف نفس الوضع، أسهم آخر شيء، الآن بيكا آخر شيء، عيال الكلب. ما ودي أسب والله، ما ودي أسب، بس فيني سب، في 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 كلام، في سب أقوى ودي أقوله، بس ما ودي. حيوانات أقسم بالله. الله يعين البيكا، الله يعين. أهم شيء السياف لا يروح، الله يلعنهم. بس لا تقول إما جنايت بعد، الله الله يلعنهم، الله يلعنهم. شايفين كيف؟ الله يلعن أبوهم يا شيخ. تجميع المضادات ذا الله يلعنهم، بس الله يلعنهم، الله يلعنهم، الله يلعنهم ألف لعنة. حسبنا الله ونعم الوكيل. بس على كذا لعبة ما أعرف كيف ممكن أفوز، ما أعرف بالنقاط شكله بتنتهي هذه المباراة. دام لعب الهياكل نسوي هذه الحركة، يلا بس الحركة دي الله يعين. بس ول 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 أقسم بالله كنت حاس، والله كنت حاس في ميجنايت الله يلعنهم. ميجنايت بيكا تنين نار الله يلعن أبوكم يا شيخ. المشكلة تنين النار ونسيت أنه في تنين نار. الله يلعنهم بس، الله يلعنهم، الله يلعنهم. وش ذا يا أخي، وش ذا التعذيب؟ كل مباراة زي كذا، إيش فيه سلامات؟ الله يعين. بس والله قهر يعني، أقسم بالله قهر. نعم الله يتكمل إذا سوى سبيل قوي، الله يلعنهم. بس خوش المجانين ذولا اللي كل شوي جايين، ول ول ول. تكفى، لا لا والله حرام، والله حرام، ما اقدر اسوي شيء خلاص، والله حرام اقسم بالله، والله حرام، والله حرام، والله حرام. يلعن ابوها لعبه ولد، يلعن ابوها لعبه. حسبي الله ونعم الوكيل.
آه.